بهالفقرة مشاهدينا رح نبقى مع اتصال مع دكتورة لبنى مخول تتحكينا أكثر عن برنامجها موزايك اللي بلشت فيه الأسبوع الماضي انطلاقة على مريم تي في ضمن شبكة البرامج الجديدة واللي هو من إعدادها وفكرتها وتقديمها. رح نبقى بالاتصال المباشر مع دكتورة لبنى لنعرف أكثر عن موزايك. ألو، اي بونجور هلا، بونجور دكتورة لبنى، كيفك؟ كيفك سافا؟ ان شاء الله تكوني بخير وبصحة وبداية نهار الحمد لله سعيد يا رب. الحمد لله. لبنى، نحن اليوم رح نستفيد، بعرف انه اتصلنا فيك تنعرف اكثر، يمكن قطعناكي عن شغلك، بس بدنا نعرف اكثر عن هالبرنامج اللي بلشتي فيه واللي طلعت الفكره من عندك بكل حب وبيشبهك كثير دكتوره لبنى، فاذا في مجال تخبرينا اكثر عن الفكره وعن البرنامج. اول شيء ما قطعتوني، بنبسط دائما بتليفونكم. انا شكرا كثير لك. بخصوص برنامج موزايك، طلع هو دغري فجأة، يعني كنا مع بمقابلة مع حضرتك يمكن أنا وأمان، أو كنت على مريم تي في على الموعد، ايه بضمن على الموعد، بقى دغري خطرت الفكرة براسي أنه لقيت اللي عم نقدمه بهالمقابلة كان حلو. حبيت دغري نبلش فيه البروجرام وحكيت دغري مع جود مستر جورج معلولي، قال لي نحن اكيد بمريم تي في دائما بنرحب ببروجرامات جديده، فقلت له اعطيني جمعه بس افكر فيه. مضبوط، هلا فكرت فيه، بس هو لو طلع فجاه، بس هو نتيجه تفكير طويل، نتيجه خبره طويله بالحياه، يعني لانه مثل ما بتعرفي انا نحن بجامعتنا اكيد اكسبيرينس كنت مفكرة أنا بقلب الجمعية أعمل شيء خاص بالديفلوبمون بيرسونيل. أكيد كنا حكينا نحن وياكي فيها إذا بتذكري. مظبوط. بقى بما إنه ما عم نقدر، ما عندنا ولا فسحة للتمويل بجمعيتنا حتى نعمل هيك نشاطات، وبما إنه مريم تجير منفتح على البروجرامات الجديدة والحلوة، بقى فكرت انه ننقل اللي حابين نعمله ضمن الجمعيه على لشريحه اوسع من الناس، ممكن توصل لكثير عالم، توصل الفكره لكل الناس. هون طلعت الفكره. اوكي، شو هو برنامج موزايك؟ بنعرف انه اللي حضر الحلقه الاولى ما قدر غير بده يتابع على الاخر، وشفنا انه في انتم ثلاث اشخاص موجودين بالبرنامج. مين هن الأشخاص اللي عم بيشاركوك بالإعداد وبالتقديم، وعن شو بده يحكي هالبرنامج لبنى أكتر؟ الأشخاص اللي بدهم يشاركوني بالتقديم هن أعضاء معنا بالجمعية، لما طرحت الفكرة عليهم كانوا كتير محمسين وهن ساعدوني بالإعداد، يعني الإعداد نعم. مش لوحدي، شاركنا نحن بيهم بإعداد البروجرام وبلشنا على البرنامج. اسمه موزايك مثل ما بتعرفوا، هو كنائي عن جمع أشلاء تحطمت من إنسان واجهته صعوبات بالحياة، بتحطم له أشلاء أوقات، هيدي الأشلاء نحنا ما منكب شيء. أنا هيدي دايما لما بكون عم بشتغل بالفن، كان رسم أو موزايك أو حيالة شيء، بقلن لتلاميذ ذكنت أنه نحنا بالفن ما منكب شيء، لانه كل شيء بينعاز، كل شيء له عيسته، كرمال هيك نحن بدنا نستعمل، بدنا ندير نعمل اعاده تدبير لهالصعوبات اللي حطمتنا بحياتنا، ونخلق منا انسان جديد، انسان متصالح مع نفسه، متناغم مع طبيعته مع الله، انسان مرتاح مع حاله مع غيره. هي لبنى، لبنى هيدي الموزايك، يعني هيدي الاشلاء بتعمل تراكمات لترجع تعمل شخص، وانت عم ترجعي تستضيفي هيدا الشخص من بعد ما يكون مرق بهيدي المعاناه، صح؟ صحيح. بدل ما نخليها نحن تعمل تراكمات علي وبدنا نغص له عيشته، نحن شو عم نعمل؟ عم نستعيد الاشلاء، بنعمل منها انسان جديد، بنجمعها بلوحه، بشيء شبيه بلوحه الموزايك اللي عم نجمعها بنحضرها للنفايات، يعني حجاره كانت للنفايات، مثل منها لوحه فنيه حلوه. زيت الشيء نحن هالمشاكل اللي حطمتنا لأشلاء بقى نرجع نجمع فيها منا إنسان جديد.
اوكي، شو دور ميراي واختصاصية علم النفس وأمل. أمال رح يكونوا معك بالبرنامج؟ شو أدوارهم رح يكون إضافة لحضرتك دكتورة لبنى؟ نحن ثلاثتنا أدوارنا أساسية ومتكاملة. يعني الفقرة اللي عم تحكي فيها أمال، نحن أول شيء ثلاث فقرات. يبي في فقرة معي نبحث فيها عن نقاط القوة عندنا، الفقرة مع أمال اللي هي مستشارة نفس اجتماعية بنفتش فيها على نقاط الضعف عندنا اللي هي الأمراض النفسية حتى نحاول نعالجها، نلاقي حل. لأن بعلم النفس لمجرد ما تعرفي أنت شو مشكلتك وصلتي للعلاج، صحيح، بتكوني صرتي لأول خطوة بالعلاج. نص الطريق. هلا نحن عرفنا نقاط القوة ونقاط الضعف عندنا، مع ميراي نعرف كيف في ناس تخطيت مشاكلها وعيشت بريحة وسلام. يعني ميراي عم تبرز الاشياء اللي نحن إيجابية. كأنه مشينا انا وامال بمشوار، وصلنا مع ميراي بالمرحله الثالثه على محل العالم كيف قدرت تلاقي حالها نعم باي ضمان، كان نعم بالجامعات ان كان بالفنون، يمكن يعني بالمجتمع. ضمانات كثير واسعه. صحيح. شكرا كثير لك دكتورة لبنى. أي متى رح نشوفه لبرنامج موزاييك؟ أي متى للي ما حضره ليعرف أوقاته أكثر؟ وإمتى الإعادة؟ برنامج موزايك بينعرض نهار الجمعة الساعة 10 المساء، وبينعيد نهار الأحد الساعة 4، ورح نكون منزلين على الباج تبعيت جمعيتنا دايما اللي هي الـ LMH على الفيسبوك ليبانون، وممكن منزلينه على كمان بيكون موجود على مريم تي في على اليوتيوب. يعني كمان هذا للي ما لحق يحضر برنامج الحلقة الأولى تبع الأسبوع اللي مرق، أكيد في يرجع يحضرها على يوتيوب مريم تي في، مريم تي في وعلى حتى. فيسبوك مريم تي في اللينك تمام موجود، كمان تمام بيقدروا يرجعوا يشوفوا ويحضروكم. صحيح. بدك تقولي شيء للمشاهدين دكتورة قبل ما نختم معك الاتصال؟ أنا بدي أقول للمشاهدين إنه يتابعوا مريم تي في أكثر، لأنه فيها بروجرامات كثير انتريسانت ومهمة، وبتمنى كمان يتابعونا لإلنا بهذا البروجرام موزيك، لأنه هذا البروجرام ممكن يوصلهم للتطور، تطور ذاتي، ويوصلهم لرياحكم. شكرا كثير. وميرسي لإلنا على مشاهدتكم. شكرا كثير لوقتك، وشكرا للإضافة اللي زدتي لنا إياها لليوم بأون تايم، وبنشوفك أكيد قريبا، وكلنا متشوقين لنشوف الانطلاقة لبرنامج جديد موزاييك، اللي هو عن جد مشاهدينا بحاكي إنسان لإنسان. شكرا كثير دكتورة لبنى، وإلى اللقاء، نهارك سعيد. شكرا كثير. مشاهدينا، الإنسان حياته التراكمات عن جد بتشبه أشلاء، مرات بتتحطم من الصدمات ومن المشكلات اللي بنواجهها بحياتنا، ولكن قديها الإنسان عنده قدرة أنه يرجع يبني حاله، يوقف على إجري عن جديد، يترك الأشلاء تعمل بصمة إيجابية تا يمشي مشوار الحياة بقوة. هيدا هو الإنسان الحقيقي اللي كانت عم تحكي عنه لبنى، واللي هو عن جد بيكون نتيجة تراكمات ونتيجة صدمات ووقعات، ولكن بالإيمان وبالقوة وبالإصرار بنقدر أنه نمشي لقدام ونتخطى كل العقبات مثل ما بيقولوا. نهاركم إن شاء الله بيكون نهار حلو، رح نكمل مع بقية ضيوفنا لليوم، بريك وبنرجع.